انا عاوز اخدك شويه للاخوان. ما انا هي ليله سقوط وزور الضعف مع ان اوروبا استماتت في استعاده الاندلس استماتت الاخوان فعلا يعني مشروع جماعه يعني ممكن جدا يعملوا جمعية أو فرعين ثلاثة في حتة لكن الفترة والدعوة والنشاط وبعض الناس الموهوبين زي حسن البنا بقت جماعة كبيرة جدا ما بقتش ممكن تتعمل شقة هنا وشقة هنا يعني مع الحلم الأساسي حلم الخلافة عمل لهم حالة زهو شديد جدا غرور ممكن نقول حالة غرور وغرور شديد جدا خلاهم عايزين كل حاجة وتصوروا انهم قادرين على هذا رغم الصدمة وهي مش صدمة واحدة هي صدمات صدمة ورا التانية ورا التانية وما خدوش صدمات في مصر بس على فكرة حتى خارج مصر راحوا وهم في ضعف شديد جدا بعض البلاد وبعد شوية تأمروا عليها فضربوا يعني هذا الغرور دخلهم مشاكل كتيرة يعني في ده كله حصل بلورة لأفكار يعني لما تكون انت لوحدك لما تكون انت فترات سجن مثلا لما يكون في فترات عزلة او معتزل عن الناس او الناس عازلينك عنهم بتتكون افكار بقى في فكرة الظلام بتتكون في الظلام فكرة لما تيجي تطلعها للنور فكرة ان انا تحرق اصحابها ان هم على حق في كل ما يقولون حتى لو قالوا الشمس بتيجي من المغرب هو ده صحيح السمع والطاعة دي حاجة الحاجة الثانية انه ليس هناك من هو اصلح منا نمرة ثلاثة ان انا وزميلي هذا ضد كل الناس يعني يعني اي حد ضده انا ضده وزميلي ده لو تراخى انا ضده يعني المسألة مفيهاش مفيش تعايش انا معاك يا ضدك.